حتى اللحظة ليس هنالك اتفاق رغم الكثير من الحوارات وغيرها، لا زال الصراع حاضرا بين السيد مقتدى الصدر وبين الإطار التنسيقي، الخلافات كبيرة للغاية، والبعض يتحدث عن سيناريو الحرب الأهلية، وهذا ما لا يتمناه الشعب العراقي ولا حتى أي أحد موجود على كوكب الأرض، لا يريدون ذلك. ولكن السؤال الأهم سيدي الكريم، إذا ما دخلنا فعلا في هذا السيناريو، في سيناريو الحرب الأهلية، وأصبحت إمدادات الطاقة مهددة، ونحن كما نتحدث الآن أن هنالك اهتماما أمريكيا وفضحا لبعض القادة السياسيين العراقيين، ولغة عدائية للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الداخل العراقي، هل ستتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بتقديرك إذا ما دخلنا بهذا السيناريو؟ هل سنجد الجنود الأمريكيين يدخلون إلى العاصمة العراقية بغداد بطريقة أو بأخرى إذا ما وصلنا إلى هذا السيناريو، في ظل أن هذا النظام السياسي مدعوم من الولايات المتحدة كما يتحدث روبرت فورد؟ لا أستطيع أن أستبعد هذا الأمر، هذا ما حدث في السابق، ولا أعتقد أن هذا هو الجواب. الشعب نفسه يجب أن يصل إلى ما يريد أن يقرره. لنقل أن الحرب الأهلية ستحدث في أمريكا، من الذي يستطيع أن يمنع ذلك؟ نحن القوة الخارقة الوحيدة، فيجب أن نضع في أذهاننا الحالة القصوى. فأنتم في حالتكم في العراق يجب أن تتجنبوا ذلك. أنا أعرف أن الحالة في لبنان استمرت ل15 سنة. أنا متأكد أن هذا هو آخر ما تتمنه، آخر شيء يمكن أن يتمنه الشعب هو أن تكون هناك حرب أهلية. وأعتقد أن شعب العراق لديهم هذا الحس المتبادل. بالتأكيد يمكن أن يكون هناك من هم بالفكر المتطرف يقول دعونا نخوض هذه الحرب، ولكن هذا مأزق كبير جدا، و حياة الناس مهمة جدا. لذلك أعتقد ما عليكم القيام به أن تعملوا بجد وبقوة مع المفاوضين من أجل حل هذه المشاكل وإعادة تشكيل البرلمان وإعادة عقد اجتماعات البرلمان. تلك ستكون البداية المهمة. عليكم أن تبدأوا في نقطة ما، أن يعاد هناك عقد للبرلمان. هذا هو الجواب من أجل تجنب احتمالية حدوث حرب أهلية. وأعتقد إذا ما اتفق الجانبان على هذا الأمر، إذا ما اتفقوا أن الحرب الأهلية ليست هي الجواب وعلينا أن نعمل على حل اختلافاتنا، فهذا يعني أنهم عليهم أن يبذلوا المزيد من الجهد من أجل أن يتجاوزوا هذه الفروقات وأن يصلوا إلى تسوية، بحيث ينطلقوا منها إلى البرلمان. وما أن يعقد البرلمان، فإن هناك تغييرات يجب أن تتم في الدستور من أجل مثلا أن يتعاملوا مع مثل هذه المشاكل، مثل هذه الأمور التي يتم مناقشتها في البرلمان ثم يصوتوا عليها، ويكون للناس تمثيل أفضل وأقوى. هذا هو ما أعتقده أنه يجب عليكم القيام به. أن أمامهم طريقان، إما أن يذهبوا إلى هذا الطريق أو هذا الطريق، والقرار يعود إليهم إذا ما أرادوا أن يعملوا على تسوية الأمور أو أن يستمروا بالعداوة. ولكن إذا ما بقيوا في هذه المواقع ولا يوجد هناك تسوية، فربما ستكون لديكم هذه الحرب الأهلية والتي أقلق حيالها كثيرا. ولكن سيد فورد كان يعرب عن هواجسه حول هذا الأمر، وهذا يعتبر إنذارا جيدا، ويجب أن يكون مثل هذا الإنذار. وفي هذه الحالة ستأتي هناك قوات خارجية من أجل أن تحاول تسوية الأمور. ثم ما الذي سيحدث؟ هل نبدأ منذ الصفر أو نعيد تاريخ منذ 2003؟ رأينا كيف انتهت بنا الأمور في ذلك الوقت. نحن لا نريد هذا الأمر. نحن نريد من الشعب العراقي أن يقرر وأن يقوم بهذا الأمر عن طريق العمل على الدستور.